قائمة مبسطة تحاكي تحليل الأدلة الجنائية، بداية لحديث الأستاذة الدكتورة أميرة محمود الراوي المحترمة. الأدلة الجنائية هو عنوان ندوتنا لهذا اليوم، فهي تساعد على إثبات براءة المشتبه بهم. أهم هذه الأنشطة تحليل هوية ضحايا الكوارث، البصمة الوراثية، تساعد المحققين كذلك في التعرف إلى الجنات المحتملة. فلكل شخص بصمة وراثية فريدة من نوعها. جامعة الموصل حاضرة في كل الأنشطة والمناسبات. اليوم في كلية العلوم تقام الندوة العلمية المتخصصة في الأدلة الجنائية الواقع والطموح، وهو هذا النشاط يهدف إلى تعزيز الثقافة الأدلة الجنائية والأشياء الحديثة التي طرأت عليها من خلال العلم الحديث، وكلها معلومات علمية مستقاة من التطور الحديث في التعليم، ومنها قراءة الدي ان اي المهمة جدا في تحديد النسب العائلي وكذلك في تحديد الجينات، وهذا الموضوع مهم جدا في خدمة المجتمع. ارتأت كلية العلوم على أن تقيم ندوتها العلمية تحليل الأدلة الجنائية بين الواقع والطموح، بغية تعزيز أسر التعاون العلمي بين الجامعة وبين الجهات القضائية والجهات التحقيقية، وهدفت إلى إشراك وإدخال الكثير من جوانب المعرفة المتعلق بالأجهزة العلمية، المتعلق بالمعلومات التي تخص بالأدلة الجنائية من ناحية تحليل نتائج الدي ان اي غيرها. بالتالي يساق لأنه هذه المعلومات سيتم الاستفادة منها وبشكل كبير وعلى نطاق واسع في مجال تحديد هوية المفقودين، في مجال تحديد الجنات، في مجال تحديد مسببي العمليات الإرهابية وغيرها من التفاصيل. وتستمر كلية العلوم في نهجها الذي انتهجته في تعزيز الجانب المعرفي وحل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع، وبالتالي تعزيز مفهوم الجامعة في خدمة المجتمع. تعد هذه الندوة هي أحد النشاطات التي تقوم بها كلية العلوم والأقسام العلمية التابعة لكلية العلوم، وبوصف قسم علوم الحياة هو يستقي المعلومات أو يعطي المعلومات الخاصة بحياة الإنسان. لذلك احنا نوصي دائما بإنشاء قاعدة معلومات خاصة بمعلومات الأدلة الجنائية للرجوع إليها في حال تعذر الكشف عن هذه الجرائم أو الكشف عن المشتبه بهم أو حتى الأشخاص البريئين من هذه الجرائم. الدي ان اي الجنائي من المواضيع المهمة وخاصة في بلداننا حاليا. احنا نطمح أن نحصل على الأجهزة والإمكانيات اللي تمكننا من خلالها أنه نشتغل هكذا شغلات وتجارب مستقبليا. طبعا للأمانة قسم علوم الحياة يعني يمتلك جانب كبير من هذه الأجهزة المطلوبة لهذه العملية، ولكن ينقصنا بعض الأجهزة الأساسية اللي هي منها الـ DNA sequencer، واللي هو يعتبر من يعني أهم الأجهزة في هذا المجال. فيعني ممكن إذا نلاقي فقد دعم معين من الدولة وتنضاف لنا هكذا أنواع من الأجهزة، يعني ممكن أن نقدم الخدمات إضافية للمجتمع، وهو هذا طموح الجامعة أنه تكون في خدمة المجتمع.